موضوع الشقق ده من امتى؟ هي الحدايه بتحدف كتاكيت؟ اه بتحدف كتاكيت تلات اوض وصاله يا سناء. والله ما انا عارفه يا ابني هتعمل ايه في الشقه لوحدك لما نسيبها ونمشي. افهم من كده ان الاستاذ عادل شخص انطوائي؟ لا لا يا حبيبتي، عمره ما لبس طوائي. طوائي يا ما شاء الله يا ماما، دايما بتنصفيني كده الحمد لله. آه. طب ولما كبر كانت شخصيته بتميل للعنف؟ نيفر ايفر بيبي بيبي، ده ما فيش زيه، ده زوج مثالي طول عمره كده يعني، هادي كده واليف. اليف؟ انت بتتكلمي على قطه، فاضل تقولي ان انا ما بخربش يعني. طب عمره ما زهق واتعصب عليكم؟ ولا ليه ولا لا، ده اوفر اوفر ومقفر في كل نرفزاته على طول كده يعني، لكن على طول كان بيهبل شويه يعني. وياسمين كان بيذاكر لها؟ هو بابا لما بيرجع من الشغل بيقول انا تعبان وماما هي اللي بتذاكر. انا متهالي بقى يا جماعه، تقوموا بسرعه بقى تحضروا الاكل عشان هي تاكل وتلحق تروح يعني. بس انا لسه معرفتش عقدتك. حضرتك عقدتي ايه؟ مفيش اي عقده ولا اي حاجه الحمد لله، وحضرتك انستينا وشرفتينا ونورتينا، واديك عرفت المطرح وسلام عليكم. ايه ده وبدري كده؟ طب يلا مع السلامه، براحتك موبايلات بقى. عادل انت بتطردها ولا ايه؟ مش بطردها ولا حاجه، بس هي مستعجله لانها لازم تلحق مترو الانفاق، لازم تروح لاهلها بدري يعني. ما تحملش هم، انا قاعده معاكوا شويه كمان وانت تبقى توصلني بعربيتك بعدين. ده انت داخله على طمع بقى. انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه، اهلا وسهلا بحضرتك، وحد يحضر لنا العشاء بقى. عادل احضر العشاء يعني ولا؟ يا ماما حضري العشاء عشان تلحق هي تتعشى وتروح منوره. قولي يا رمزي. نعم. الاستاذ عادل بيعاملك ازاي؟ هو حضرتك بيعاملني بالشهر مش باليوميه. حضرتك ده متخلف عقليا، انت بتساليه وبتتعاملي معاه كبني ادم يعني. واضح ان عندك عقده اضطهاد تجاه الاخرين. الله الله الله، وكمان هتطلعي لي عقد؟ انا مش عارف حضرتك دايما تطلعي فيا القطط الفطسانه. خلي بالك انا العلم كما بيزيد عليا الضغط، انا مش عارف انا ممكن اعمل ايه. برافو برافو. برافو ايه؟ انت مبسوطه مني ولا متضايقه؟ يا ستي ما ترسيلك على حل او شوفي لك دكتور نفسي يعالجك. يا استاذ عادل انا كنت بس بنكشك عشان اعرف اللي في دماغك. حضرتك انت تعبتي دماغي خالص بجد، انا مش عارف اعمل ايه بعد كده يعني، وعماله بتسالي لي في رمزي وعماله مرمطه انا والعيله كلها، مش عارف اعمل ايه اعمل ايه. بصي انا بجد مش ضامن ممكن اعمل ايه. استاذ عادل انت بتشجع العنف؟ لا حضرتك انا بشجع الترسانه. انا هثبت لك كلامي بالدليل القاطع. رمزي خدامك، انت تعبان في الشغل هنا مش كده؟ انا ايه هتقول تعبان؟ حضرتك انا شايله على كفوف الراحه، وحضرتك لو بصيتي لوشه والقفاه كده هتلاقي كفوف الراحه معلمه عليه. وانا بعد اذن حضرتك يا ست هانم يعني كنت عايز اقول حاجه صغيره. ما تبطل امور التسول ده، تقعد تقول لا يا لا انا قلت قلت انا لا كده طبيعي عليك قدام الدكاتره. ماشي بص حضرتك، هو ابن عمي بس يعني اعصابه ساعات بتوسع يعني. اعصابي بتوسع لان اعصابي لو ضقت هتخنقك يا كرامتي. شايفه بيقول هتخنقك ازاي قدام حتى ماشي. رمزي يا ابني. ايوه اسمع كلام الاب الروحي بقى. انا واثقه ان انت بتتعب هنا، اهو شغل ومسح وكنس وتنظيف، بس كل ده هيتغير دلوقتي.